على جدران الجمعية العمانية للفنون التشكيلية تجسدت أحلام متنوعة لبني البشر، ترجمتها 40 لوحة فنية حالمة بألوان متناغمة ومتدرجة في معرض فني شخصي للفنانة التشكيلية خديجة المقبالية، حملت عنوان حلم كنت أرقبه. الإنسان يحاول إنه يبرز كل أفكاره في اللوحة ويوصلها بنفس الأسلوب بنفس الفكرة، من خلال اللون، من خلال المفردات الشكلية اللي فيها. التراث العماني والمرأة وأحلام الطفولة مواضيع أخذت حظا وافرا من الأعمال المعروضة، هذه الأعمال التي تنتقل بك إلى عالم من الخيال والأمل والتفاؤل، مؤكدة بذلك جدارة الفنان العماني في هذا المجال. فنان تشكيلي لازم انه يبدع ويظهر على اساس من رسوماته الاحلام تبدا تتحقق، وتكون الرساله للمبتدئين ايضا، يا للحالمين، ايه احنا جالسين نحلم بس ما يقدروا يحققوا، فهذا الفنانين هي رساله ممكن للمبتدئين. الصغار والكبار على حد سواء وجدوا في اللوحات الفنية انعكاسا لأحلامهم وطموحاتهم على اختلافها، فوقفوا أمامها لحظة تأمل. أما الطفلة شهد فأبت إلا أن تشارك والدتها هذا المعرض بلوحة حالمة. الفن والطموح والتعابير عن النفس في اللوحة، ويكون كله بالإحساس والفن. هذا المعرض الفني وغيره من المعارض الفنية ما هو إلا دليل واضح على ثراء ساحة الفن التشكيلي العماني، والذي أصبح له موطئ قدم في مختلف المحافل الفنية على كافة الأصعدة. أنور بن زاهر الغريبي، محافظة البريمي.